اهلا وسهلا متبعي ومشاهدي جريدة عبير مباشرة من الدار البيضاء في مباشر جديد. معنا السي عبد العالي غني عن التعريف، عبد العالي ود حيبوده، بائع الاغنام وكساب قديم وارد الحرفة ابا عن جد. السي عبد العالي اليوم غيكشف لنا مع اقتراب عيد الاضحى المخاويف، واش الماشية غتقاد واش ما غتقادش، الغلاء، بزاف ديال الحوايج اللي غادي يوضحها لنا السي عبد العالي. السي عبد العالي مرحبا بك معنا على جريدة عبير. أكبر بك. السي عبد العالي اش بغيت باش تبان لنا؟ واش بالارقام بالترقيم ولا تبان لنا بالمخاوف؟ المخاوف كاينه من رغم الاستيراد شوف ديال الماشية المخاوف أو... المخاوف بادية من وراء العيد ديال العام اللي فات، من وراء العيد ديال العام اللي فات كانت مخاوف. المخاوف بدات مني بدات فصل الشتاء، كان قله ديال تساقطات الامطار وكانت الموت بزاف ديال القطيع، كانت امراض اللي كانت ديال الامراض اللي فتكات بالقطيع بواحد النسبه كبيره. كاين مخاوف من الثمن اللي غيكون مرتفع، اللي مرتفع بزاف، واخا تكون الغنم غيكون مرتفع برغم ان الاغنام الاسبانيه غتدخل والبرتغالي غدخل، ولكن ارتفاع الاثمان كاين هذا العام، ارتفاع الاثمان لا 1000 درهم ولا 1500 1000 درهم 1500 ما تقدرش تحكم على حسب العرض والطلب. لا دخلت العرض والطلب، شوف الغنم اللي غدخل واش غتكفانا ولا ما تكفاناش، يعني خاصنا نزيدوا الاجراءات باش الناس تزعم وتستورد الاغنام، حيت بقينا نفس الاجراءات 500 درهم ما كافياش بانهم باش يدعموا قطاع ب 500 درهم، خاص يدعموا باكثر. وكان هاد الاغنام ديال اسبانيا كان خاصها تبقى تذبح على طول الموسم ويكون فيها الدعم على طول الموسم باش تخفف على الخروف ديالنا، وخاص اجراءات صارمه في عيد ان الخروف البدري اللي باقي ما واجدش ما يتباعش نهائيا، ونكثروا من الاغنام الاسبانيه باش هاد الخروف يوجد لنا العام الجاي. اما بقينا غنبقاو نستوردوا مع الاسبانيون والبرتغال ورومانيا حتى لي، حيت شفنا الفضيحه اللي كانت دارت الجزاره اللي كانوا تيبيعوا في النعجب. النعجب 60 درهم، هذيك بوحدها راه كلها كيبقى الاختيار، اللي بغى ياكل الخروف راه غيمشي ياخذها، راه تباعت البارح ب 120 درهم بالجمله في بطوار الخروف. 120 120 درهم بالجمله. واللي بغى ياكل النعجه راه كاينه 60، كاينه 70، كاينه 80، كاينه حتى 90 درهم. عبد العالي دابا حاليا اش داير الثمن؟ الثمن دابا كاين السردي والبرقي. كاين السردي والبرقي. السردي 70 درهم بحال بحال البرقي. ما بقاش فرق. ما بقاش فرق. كاين الناس اللي جابوا البرقيه وفاتت عليهم 70 درهم، باش جابها هو بيع وشرا جاب برقيه تقامت عليه اكثر من 70 درهم. لانه عنده كليان ديالها. عنده كليان خاصو يجيبها وكتجي وكتبيع مع السوق. وكاين دابا السرديه اللي واصله حتى 75 درهم، يعني بغيتي خروف سنان الحليب ما بين 40 45 حتى 60 كيلو راه غتجيبو خاصك تبيعو ب 75 درهم، لو بغيتي يشيط لك شويه. يعني الاسباب اللي تقدر اخويا ولا شي استراتيجيه تشمل لك انت كرأي ديالك انت اللي تقدر يخف الاشبيله، تخف كل شيء، يخف بالنسبه لهذا العيد. هذا العيد دابا اللي طلع هذا العيد ما كاينش كيفاش دير هذا العيد. هذا العيد حيت رغم ذلك حنا كنعرفوا المستهلك المغربي راه كيفضل الخروف المغربي هو الاول، الخروف الاسباني راه ما كيبقى هو في اخر مرحله، وكيبقى الناس ذوي الدخل المحدود اللي تما ما غيقدروش هذا العام يعيدوا بالخروف الاسباني. الكساب الاسباني والفلاح الاسباني حتى هو زاد في الثمن. مني عرف من حتى هما كيقراو الاخبار، مني قراو حتى هما الدعم وعرفوا بان الدوله طلقات الدعم، راه الفلاحه في البرتغال وفي رومانيا تما راه زادوا الثمن. راه كاين دابا الغنم ديال اسبانيا دابا كتباع ب 70 درهم مليح، دابا كتباع ب 70 درهم ديال بحال البرقي بحال هذا، ولكن غناخذ 70 درهم اللهم ناخذ ديال المغرب ونعاون بلادي ما كاينش فرق. قلت لك حنا انا كنفضل الاغنام الاسبانيه، غنفضلها بحاجه واحده، لا دخلات ويكون الفرق ب 20 درهم حتى ل 25 درهم، اما لا كان 5 دراهم ولا 6 دراهم ولا 2 دراهم اللهم نضحيو بديال البلاد، لا كان فرق ديال 2 دراهم 3 دراهم حتى ل 10 دراهم ما كافياش. بغينا ندخل واحد المنتوج خاص ينقص 20 درهم على المستهلك في الكيلو، ما كانش ينقص 20 درهم بلا ما نمحنوا راسنا وندير واحد الاجراءات اللي غير ترقيعيه كتسمى هذه. خاصنا من ورا العيد الكبير، خاصنا نفكروا في العيد الكبير ديال العام الجاي من ورا العيد، اجي شنو غنديروا؟ كاين العيد ما كاينش، من ورا العيد نعلموا الكسابه، نعلموا الناس اللي كيخدموا في هذا القطاع، نعلموهم العام الجاي ما كاينش العيد، باش الناس اللي كيخدم موسمي في العيد يمشي يقلب على راسو، يخدم خدمه اخرى، يوجد، يخدم التسمين، يدفع للجزاره. هذا هو الاجراء اللي خاصو يكون. خاصنا ناخذوا واحد الخطوه اللي هي جريئه، نلغيو العيد في شهر 7،
يعني ما غنعيدوا شهر 6 نهار 7 شهر 7 يخرج واحد البلاغ من الحكومه ولا من امير المؤمنين نظرا للظروف اللي تراكمات مده ديال واحد 30 دابا ولا 4 سنين. العام الجاي العام الجاي بامر ديال امير المؤمنين ما يكونش العيد باش نوجدوا الاعوام الجايه، راه خاصنا ضروري ريكيبيري واحد العام باش نوجدوا الاعوام الجايه. اما لا كان بحال هكا غنبقاو ديما نستوردوا من الصبليون حتى غيولي كلشي يجيب الغنم ديال الصبليون، وغنقضيو على القطيع ديالنا بمره، وغنوليو بحال ما وقع علينا في الابقار ونقلبوا غير ما ناكلوا، يعني اي مصدر ديال البروتين غنوليو نقلبوا عليه، نوليو نذبحوا اي حاجه تكال ولا ما تكالش، ماشي غنوليو نذبحوا حمار بقره اللي كلب اللي لقينا باش نقلبوا على مصادر البروتين، اللحم وصافي. هادشي الا بقينا بحال هكا غنوصلوا لهذ النتيجه. بالنسبه خويا عبد العالي انت راه معاك في الفكره اللي قلتي ديال بما ان شرار قبل هاد الاغنام ديال البرتغال وديال رومانيا الا كانت واحد السومه حديد. هذاك الشيء اللي كاين، قلت لك خاص يكون فرق في الثمن. لا جبت غير واحد المنتوج علاش انا مدخله؟ مدخله باش يخفف على الكاهل ديال المواطن. يعني المواطن ما يجيش هذاك المنتوج اللي هو جاي مستورد خاص يكون ناقص الثمن باش يقد. اما انك تغندخلوا نفس الثمن والمضاربات كتوقع وهذاك الشيء، لا خاص يكون ناقص الثمن. راه مزيان لك ناقص الثمن. عبد العالي انا ما تواصلتش مع شي خمسه ديال البيع والسرايا كاينه مخاوف، تيقول لك السلعه قليله. مخاوف ما شوف حاليا شوف دابا السلعه قليله ما كتبانش دابا، باش نقول لك واحد القضيه. السلعه قليله، الناس دابا سامع كلشي سامع الثمن، كلشي كاع الكسابه الكبار باقي ما باعوش، باقي ما عارفينش اش عندهم. حنا دابا حريفيه ما عارفينش الكسابه اللي كناخذوا عندهم اش عندهم، واش عنده واش عنده 400 ولا عنده 500 ولا عنده 600 ولا عنده. كذب عليك كذاب. ما كاينش دابا الترقيب، المبالغ اللي خرجت. الترقيب الترقيب باقي ما كملش. الترقيم يلاه بدا في الاول ديال رمضان، باقي ما كملش. الترقيم دابا حتى يكمل الترقيم، والترقيم خاصك تعرف راه كاين كيدخلوا كيديروا لك النوامر لكلشي. وراه كاين دابا البهيم اللي كتباع دابا راه دار لها ترقيم وبدات كتباع. يعني ماشي كاين دابا راه كاين مناسبات، كاين سبوعات. لجيتي عندي انت كمواطن وانا عندي واحد القطيع وبغيتي حولي السبوع. واش غنقول لك لا ما نبيعوش لك؟ وبان لي معك واحد الشيء راه غنبيعوا لك واخا تكون فيه النمره. يعني راه الاحصائيات راه كتنقص مع المده. راه حنا دابا باقي لنا 67 يوم للعيد الاضحى. واش هذاك مثلا كانت 4 مليون واش غتبقى 4 مليون؟ واش ما كاينش الموت؟ راه الموت يوميا كتموت الغنم، كاين المرض، كاين الذبيحه، كاين شحال من حاجه. هذه هي التخوفات اللي كاين. وبالنسبه لهاد السلعه ديال رومانيا واحد السلعه ديالنا لا ما خدات عليها ما والو، كلها كاين داك الشيء. تيبقى السرديس اذواق اذواق. شوف اذواق اذواق اللي كياكل اللي كياكل الدجاج البلدي غياكلو، اللي كياكل الدجاج الرومي غياكلو، كل واحد اللي عنده شي ذوق كياكلو غيمشي يقلب عليه. واللي باغي غير يدي باني والله يحسن العوان راه كاين اللي لقاها غيديها. شنو هي النقطة اللي قلتي لي؟ خاصنا نقلبوا على مصادر أخرى ديال اللي نستردوا من الأغنام اللي هي كتكون رخيصة. راه كاين مصادر أخرى، راه مؤخرا كنقرا بأن أستراليا كتعدم قطع ديال الأغنام. عندهم 75 مليون ألف 75 مليون راس ديال الغنم، أن الكساب ما لقى ما يدير بالغنم كيعطيها، إلا ما عطاهاش كيقتلها، خاصو يقتلها. باش ما تبقاش تشوف. ما عنده ما يدير بها. ما عنده ما يدير بها، الغنم كثريات عندهم 75 مليون راس. يعني هذوك يكونوا باغيين يبيعوا اشبينه بوالو. وقت اللي كيعدموها ربما بعد القطرات غتخلص غير مصاريف النقل ومصاريف الجمركيه وداك الشيء ويجيب الغنم عندهم. خصنا نقلبوا على قد ما كانت الغنم رخيصه ولا فابور نجيبوها. هذا هو اللي وقع لهم، ما وقع لهم في قنيه والكونغارو ديما كتوقع في استراليا كيوقع لهم بحال هكا كيوفر عندهم واحد المنتوج كيوليو يعدموا فيه. علاش عندهم ارض فلاحيه بزاف؟ عندهم ارض فلاحيه، ارض الحمد لله خصبه 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 فيها الخير الحمد لله. خويا عبد العالي بالنسبه نرجعوا دابا للدرويش، واحد الاخت قالت لك سبحان الله راه القناعه ما بقاتش. هي راه فعلا القناعه ما بقاتش، علاش؟ حيت ما بقيناش كنمشيو على قدنا. ماشي نشوفوا عيوبنا ياك دابا غير عيوب. احنا ما نمشيوش العيد الكبير، نمشيو غير قريبا غير العيد الصغير. الناس كاين اللي ما عندوش ومزاحم باش تا هو يكسي، كاين اللي ما عندوش وتا هو كيتسابق على الحوت باغي ياخذ الحوت الغالي، وانت ما عندكش وكتاخذ الكروفيت. سمعتوا علي؟ لا ما عنديش، نمشي على قدي. ناخذ السردين ناخذ. انا مشيت انا بغيت نمشي شريت الحوت، بغيت نمشي نشري الحوت، هبطت لقيت الحوت غالي، خديت 2 كيلو سردين وبخير. مره اخرى خديت شرن. واش انا واجاني باش ناخذ الكروفيت 150 ولا 140 ولا 120 درهم من الحاجه اللي ما غتشبعنيش؟ غير زواق ما غتشبعنيش. لما ناخذ السردين ناخذ البوري. والغريب في الامر هو العام كامل تشري الكروفيت ب 60 درهم في ريال جات. ما نشريش والله ما شريته، والله ما شريته، والله حتى شريت السردين وشرين واحد الباجو خديته ب 25 درهم مع باجو ديال الوقت وصافي باش نعمرت انا الطابله.
خويا عبد العالي الهضره اللي تدور دابا خويا عطيني شي خبير حصري اللي تدور عند التجار السلعه و... لا ما كاينش كنقول لك اخبار منعدمه، ما كاينش شي واحد يبيع لك، حتى كتبقى تقريبا واحد 30 يوم العيد عاد باش كيتضادعوا الاثمنه كدوز الكونترا، ملي دوز الكونترا شيئا ما كيبان لك الثمن، جوج دراهم زيده جوج دراهم ناقص. نرجعوا نذكروا المشاهدين ديالنا الثمن اللي كاين حاليا راه هو 70 درهم بحال البرقي بحال السردي، خصوصا في المويان، كنقول لك خصوصا في المويان، مازال الغنم غليظه كتقدر 67 68 درهم برقي، حتى 65 درهم في الغليظه. المعز ما كاينش، ما عنديش معز 85 درهم وما كاينش، غالي ما كاينش باغي عتروس اللي هو سمين وزوين ونقي، يعني الماعز اللي غتاكلو ماشي الماعز اللي غتذبحو تلقى فيه العظام. باش هاد العتروس ما بقاوش ديال السيكس. ما كاينش، كنقول لك راه حنا دوزنا موسم صعب، راه جاب الله الله سبحانه وتعالى لقدنا في الثلاث ايام الاخيره بواحد الامطار اللي هي واخا الموسم الفلاحي مشى ولكن غيكون الزرع والربيع ان شاء الله. خويا عبد العالي الكريم اخيرا اللي تبغي تقول للمشاهدين. خويا الله يرحمنا، والله يوجد المغاربه كاملين، الله يوجد المغاربه كاملين، الثمن راه كاين وهذا الشيء راه ناتج على الظروف ديال 3 سنين وحنا كنعانيو الجفاف، وهذا العام راه كان شح ديال التساقطات، وشكرا.